اللذة الحسية شنو واللذة المعنوية شنو؟ اللذة الحسية يعني كأن بعضهم يهم الجانب الحسي من اللذائذ، البعض الآخر لا. اللذة الحسية مثلا وعد بالجنة، لأنه مثل ما يقول أبو الطيب على قدر أهل العزم تأتي العزائم. شلون يعني؟ هذا واحد يقولون قضى سوى خدمة للنبي صلى الله عليه وآله، سوى له خدمة النبي صلى الله عليه وآله لما طبع عليه قال له أنا أريد أكافئك، أكو عندك شيء تقترحه؟ تقترح فرشي أسوي لك أنا؟ عندك طلبة أطلب، شو تريد؟ قال له يا رسول الله أريد 40 شاة، أريد لي 40 نعجة. قال له 40 نعجة. طلع هذا صار هذا ما يصور أكو بالدنيا أكثر من 40 نعجة. هذا اللي طلبه. النبي قال ليته كان كصاحبة يوسف. هاي يوسف عليه السلام قالها لامرأة دلته على قبر، طلب منها أن تدله على قبر فدلته عليه. لما دلته عليه قالها اطلبي ما تريدين؟ قالت لا أريد أن أكون رفيقتك بالجنة، حط لي مكان يمك هناك. يا صور همة هاي، قل لي هاي منتهية الحياة يومين ثلاثة، حط لي مكان ما أطلع من عنده. مو هذا المعنى اللي يقول الرسول صلى الله عليه وآله موضع شوط بالجنة خير من الدنيا وما فيها؟ تقول له أنا اللي أريده هذا، أريد لي شيء ما أطلع من عنده، كل شيء تطيني اليوم بكرة أنا راح يروح من عندي بالدنيا.